النادي بتاعي اللي كونني هو وصلني هو وشرف هذا تونس معنا كاملة هذا يزيدني ثقة إن شاء الله الواحد يكمل يخدم وإن شاء الله معنا ديما هكا وإن شاء الله ديما نقدم خير إن شاء الله. مش نحكيو على محمد علي ولا ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي كذلك دالي صحيح ولا الواحد قاعد يخدم معنا يستنى في الوطن تاعه الحمد لله معنا جات فرصة هذيا إن شاء الله الواحد يحاول معنا يكون عند حسن الظن نتاع تاخذ معنا نتاعه وإن شاء الله ديما نعاون مادام الواحد يكور وقاعد يخدم إن شاء الله معنا ديما خير بإذن الله. مش بعد ما حكينا على المنتخب نحكيو على السي اس اس كونتر جي اس كا إن شاء الله نرجمه. والله صحيح عندنا ماتش صعيب ينتظر فينا قاعدين معنا توا نحضروا صحيح صعنا اليوم معنا نحن إن شاء الله نكملوا الماتش هذا كيما الماتشات اللي يبقوا وإن شاء الله نكملوا الماتش معنا كامل هذا نتاعنا ونكملوا في السيكل الباقي نتاعنا إن شاء الله جاي خير بإذن الله.